نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين إسرائيليين وإقليميين أن إسرائيل لن تلغي عملية رفح رغم التحذيرات الدولية، وتتوقع مواصلة العمليات واسعة النطاق بغزة لستة أو ثمانية أسابيع أخرى. وفقا لوكالة رويترز، فإن القادة العسكريين في دولة الاحتلال يعتقدون أن بإمكانهم إلحاق ضرر بقدرات حماس المتبقية، مما يمهد الطريق للانتقال إلى مرحلة أقل كثافة. ونقلت رويترز عن آفي ميلاميد المسؤول السابق في المخابرات الإسرائيلية قوله إن هناك فرصة ضئيلة من أن تستجيب حكومة بنيامين نتنياهو للانتقادات الدولية وإلغاء الهجوم البري على رفح، مضيفا أن رفح هي آخر معقل لسيطرة حماس ولا تزال كتائب تابعة لها هناك على حد قوله.